أب يبكي رضيعته التي قتلت إثر زلزال مدمر سوى المباني بالأرض ليحول مدن الشمال السوري إلى ما تشاهدون. هزمي كتر قوة الهزي ما نحسن ننزل نركض على الدرج أو شيء ما نحسن الواحد يشيل أولاده. أنا ابني وقع عليه الحيط نزلت مرة شرفت ابني على البرندة هاي هاي من الطابق الثاني شرفت ابني ظل بناتي سحبت بناتي ولحقت المرتين ظل ابني تحت الحيط طلعت جبت ابني من تحت الحيط نزلت لقيت هاي البناية نازلة. وأمام هول الكارثة لم يجد أعوان الإنقاذ والدفاع المدني سوى توجيه نداءات استغاثة تعالت من كل حدب وصوب في مواجهة أسوأ كارثة تعصف بالمنطقة منذ عقود. الكثير من العائلات توجد الآن تحت الأنقاض، نأمل في إنقاذها وانتشالها وإسعاف المتضررين، لكن العملية صعبة للغاية، نحن بحاجة إلى المساعدة. وسط أكوام من الركام تتسارع الجهود لإنقاذ أرواح لا تزال تئن تحت الأنقاض، فهنا الجميع في سباق مع الزمن، كلما مضى الوقت تضاءلت آمال العثور على ناجين. غير بعيد عن المناطق المنكوبة لم تسع المستشفيات المنهكة بفعل عقد من المواجهات العسكرية الجرحى لإسعافهم. حتى جثث القتلى لم تجد لها مكاناً. أنا سحبت أولادي وطلعت برا باب الدار، أنا داري قديمة يعني عمار قديم من 100 سنة. المهم خفت ما توقع علي، قاموا صاروا حيطان بالشوارع يوقعوا اسمه حيطان بنايات يوقعوا على الشارع ونحن واقفين بالشارع عين نور وما بنعرف. من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، سوريا تتوشح السواد ويغطيها الركام. سوريا اليوم تبكي المفقودين مكلومة تستغيث، فهل من مغيث؟